وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل من سوريا يسأل يقول: امرأة تزوجت قبل أن تقضي عدتها وهي مطلقة. نقول: أيها الكرام الفضلاء، المحرر والمقرر عند أهل العلم أن المرأة إذا كانت من ذوات الحيض فإن عدتها ثلاث حيضات، لقول ربنا تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وإن كانت لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض. طيب، وإذا كانت حامل فعدتها وضع الحمل، لقوله أيضا في تتمة الآية: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعلى هذا فإن مذهب المالكية والشافعية أن القرآء هو الطهر، فإن عدة المرأة تنتهي برؤية الدم من الحيضة الثالثة إن كان قد طلقها وهي طاهر، أو برؤية الدم من الحيضة الرابعة إن كان قد طلقها وهي حائض، كما ذكره ابن قدامة في المغني. أما بالنسبة لعقد النكاح، إذا عقد النكاح كان بعد انقضاء العدة فالنكاح صحيح، أما إذا كان وقع قبل انقضاء العدة فالنكاح باطل، ووجب أن يفرق بينهما ثم تكمل عدتها من زوجها الأول الذي طلقها. وهذا اتفاق، اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة أيا كانت عدتها من طلاق أو موت أو فسخ أو شبهة، سواء كان رجعيا أم بائنا، بينونة صغرى أو كبرى، إلا بعد أن تقضي عدتها، وذلك لحفظ الأنساب وصونها من الاختلاط ومراعاة لحق الزوج الأول. فإن عقد النكاح رجل على معتدة في عدتها فرق بينهما. وقوله تعالى والدليل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، والمراد بين أجله يعني تمام العدة. ولما قال لا تعزموا على عقدة النكاح، يعني لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة، أو لا تعقدوا عقدة النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة. ودليل ذلك أيضا في الموطأ، طليحة الأسدية كانت زوجة الثقفي وطلقها فنكحت في عدتها، فضربها عمر وضرب زوجها بخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال عمر: أي امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوج لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم إن شاء كان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا ينكحها أبدا. وهذا كلام خطير جدا، وهذا يفيد أن المطلقة إن تزوجت قبل انقضاء عدتها فلا حالة، أولا أن يتم العقد فقط قبل الدخول فيفرق بينهما وتكمل عدة الأول، ثم للثاني أن يتزوجها، والثاني أن يتم العقد والدخول، عقد عليها ودخل بها الزوج الثاني فيفرق بينهما وتكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الثاني، ويحرم عليه تحريما مؤبدا، فلا يجوز أن ينكحها بعد ذلك. وهذا مذهب المالكية وقول عند الحنابلة. أما الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن الثاني له أن يتزوج بعد انقضاء العدة، بعد انقضاء العدة، قال الحنابلة: لا يتزوج إلا بعد انقضاء العدتين، عدة الأول وعدة الثاني، يعني تعتد مرتين. وهذا كله نظير الاستعجال في هذه الأمور، من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولذلك قال في مطالب أولي النهى: وللثاني الذي تزوجته في عدتها ووطأها أن ينكحها بعد انقضاء العدتين، لأنه قبل انقضاء عدة الأول يكون ناكحا في عدة غيره، وأما انقضاء عدته فلأنها عدة لم تثبت لحقه، لأن نكاحه لا أثر له وإنما هي لحق الولد، فلم يجوز له النكاح فيها كعدة غيره. ذكره ذلك الباجي المالك، وأيضا مطالب منها وأحكام القرآن الجصاص، وأيضا ذكرته اللجنة الدائمة، ذكرته اللجنة الدائمة. ولعل الذي يترجح العلم عند الله أن تتم عدة الأول، وجاز أن يعقد عليها بعد ذلك الثاني ولا تحتاج إلى عدة منه، كما ذكر الشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع. إذن الخلاصة أن العقد باطل، هذا رقم واحد. الأمر الثاني يفرق بينهما. الأمر الثالث تتم عدة الأول،
الأمر الرابع أن يعقد عليها بعد أن تتم عدة الأول، وأن يكون ذلك بحضور وليها وشاهدي عدل، ولا يجوز للمرأة أن تتولى نكاح نفسها. هذا ما تيسر إرادة وتهي عدد وعن الله على ذكر وصلى الله عليه الحمد لله وصحبه وسلم. أخذ دعوان الحمد لله رب العالمين. تم تعير صوتيا في عشية يوم الأحد لثلاث أو ثنتي بقين من رمضان العام 43 عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع تنمت المسلمين أجمعين، واحفظ والدتي وارزقني برها، واقض حوائجنا ويسر أمورنا، سهل أحوالنا، واعتق رقابنا، وتقبل منا رمضان يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.